عقد لقاء انتخابي لمرشحي لائحة التنمية والتحرير عن دائرة بنت جبيل النائب أيوب حميد وأشرف بيضون بدعوة من شعبة خربت سلم في حركة أمل. بيضون رأى أن الوطن قادم على مرحلة المبادرات الفردية لأن الوجع يطال كل شخص. حلو الاستحقاق، نحن قدام خيارين. أنا من هالناس وطالع لرحم الناس. أنا خريج ثانوية بنت جبيل الرسمية ومفتخر وبعتز لأنه أنا منا كبرت ومنا انطلقت ومنا أنا هلا واقف هون. بدور حميد لفت إلى أن الحركة كانت من الأوائل في عملية إعداد اللوائح لسبب موضوعي وبسيط وهو معرفة الخيارات والتحالفات. عندنا عملية انتخابية وطبعا هذا الموضوع بيدخل فيه كل الأمور اللي لها علاقة بالتواصل مع الناس، خدمة الناس، رضا الله سبحانه وتعالى، السعي لمزيد من العمل التنموي اللي نحن ما وقفنا أبدا أنه نسعى لمزيد من الخطوات اللي هي خطوات تنموية بالنسبة لأهلنا وبالنسبة لناسنا، الخدمات الخاصة حيث نستطيع، ولكن التأكيد هو على الخدمات العامة. وهون كمان خليني أكون واضح وصريح أيضا فيما يتعلق بالشيء اللي له علاقة باحتكار، خليني هون، العمل الوطني. نحن أساسا بميثاقنا حركيا لا نحتكر العمل الوطني ولا ندعي العصر بنفس الوقت. وقال حميد أننا لا نتوقع أن يتحسن الوضع بعد الانتخابات فورا لأن الإصلاح يجب أن ينفذ عبر خطة إنقاذية وليس هناك خطة، وإن كان هناك خطة فنحن نريد تقريبا 4 أو 5 سنوات لنرى النتائج.